السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم، اموركم هانيه؟ نتمنى ان شاء الله هذا الفيديو يلقاكم في احوال طيبه. اليوم غبرت عليكم، دوزت النهار في تماره والروينه عند السفر ان شاء الله. يلاه جلست خملت البيت ديالي، واحد التخميله ديال القلب، هو بيت البنات، جمعت الكوزينه، المهم جمعت الدار كامله، وجلست اليوم ديال الصابون الصابون الصابون، وهانتوما هالعربون. من بعد ما تصبن جمعتو اللي بيت طباطوا، هادوك اللي غادي يتحددوا حطيتهم تما. هاد الروينه هادي بالضبط اللي وريتكم، هما التقاشر. غنجلس دابا كل واحدة ندير لها اختها، اللي غنردو غنردو، اللي غنجمعو لافاليز غادي نجمعو شي سكن ديالي. المهم حطاهم هنايا فين ما بنت لي شي حاجه كنحطها، والحوايج جمعتهم من السطح. شوف حتى حاجه في حوايجنا مازال ما مجموعاش، ابار راجلي الوحيد اللي جمع لافاليز ديالو حطها هنا، مشى دا الطوموبيل باش يكونتروليها ضروري قبل السفر، يشوف يعبر البناوات، يشوف الطوموبيل ياك ما خاصها شي حاجه، يدير المازوت. بين ما نسى لي انا ساليت الروينه وعييت وعاركت، ما نعاودش لكم. ملي كتكونوا كتخملوا كي كتوليو، ضربتها بواحد التدويشه عاد خرجت طويت الحوايج. ايوا هادو نزلاتهم بنتي من السطح، كي قلت لكم الدار خليتها مجموعه. دابا فين كاينه الروينه عندي؟ في هاد البلاصه هادي بالضبط فين كنت كنطوي الحوايج. وفي البيت عندي ما كايناش الروينه صراحه، بدلت جويان د المخاد، بدلت لي دغا ديال لولي، سوا ديالي ديال البنات، كلشي داكشي صبنتو. هادو كانوا في السطح ولكن مازال ما نشوفوش اشنو غادي ندير ليهم، غير باردين راه ماشي فازقين هما. وهادو اللي هنايا غنشدهم دابا وغادي نشرهم هنايا في الصالون اولا فوق الدفوف. المهم شي غنديرو هنايا، شي غنديرو فوق الدفوف بحكم ما عنديش الدفوف بزاف في الدار. يلاه ديال بيت البنات وبيتي هما اللي كاينين، شي غنشرو فوق ليلي ديال البنات باش هكذا ما يديروش لي الريحه في الشبكه. البنات مني هضرت معاكم اش من قبيله قبيله، هما ما بقيت بنت، صافي جمعت الدنيا كامله، الدار كلشي. الصابون ها هو كيت ليكم، شكون كيدير بحالي؟ ما علي، لما ان هادشي كلشي كان منشور في السطح، غير بقاو شويه باردين، ما يمكنش نجمعهم باش ما يديروش لي ريحه الغمال، ولا نشرهم بحال هكذا. صافي كنت اكد من ان كلشي شاد بلاصتو، لي شومب خليتهم نقيين، الكوزينه نقيه، المواعن مغسولين مرطوزين بلايصهم، كنحل لي ماشين كاملين سوا ديال المعان اولا ديال التصبين د الحوايج، كنخليهم محلولين باش ما يغملوش ليا. وكنسد الماء على الدار كامله، يعني كنسد من هذا الكبير المكان الكبيره ديال التحت. صافي كنطفي الضو، كنطيح الضو حيت انا عندي المكانه كل بلاصه والروح ديالها. كنخلي ديال الثلاجه فقط، كنسد الغاز، الريدوات ديال الدار ديال الشراجم كلشي كيتسدو، وكنخلي الدار في امان الله وحفظه. دابا هادي راه الخمسه القسمين، اضطرينا يعني باش نجلسو حتى الصباح على حساب راه عارفين الاجراءات الاحترازيه. دابا كاين حظر التجول في مع 11 الليل، اكيد متي لي بافيت ديالنا التعقيم دايرين. الحمد لله رجلي داير لي دوز ديال التلقيح بجوج، انا دايره غير وحده. غاديين في امان الله، اكيد غادي يردوا البال، خصوصا ان الوضع ما كيبشرش بالخير. ايوا والورقه، خرجنا الورقه، الناس اللي غيسولوا درنا الورقه مع العلم. من رجلي راه عنده هو جواز ديال التلقيح، وحنا كان ضروري انه يخرج لنا الورقه، وخصوصا كنسمعوا ان الناس في الطريق واخا عندهم الجواز شدوهم خلصوا غرامه ديال 300 درهم للبلاصه. اي والله ما باش نتفاداو المشاكل. وهنا البنات غادي يبقى لي صافي غير نطيح دابا الضو، قلت غير نهضر معكم عاد نطفي الضو ونتوكلوا على الله. يلا هالبنات انتم معايا، نطفي الضو ونخرجوا ان شاء الله. فإن كان لكم ولد فلهن الثمن.
الطريق كاملة ما وقفنا حتى شي واحد، ما سولنا حتى واحد على لوتوريزاسيون، ولكن كتبقى كل واحد وهو. المهم حنايا الطريق فاش دزنا ما كاينش اللي سولنا على لوتوريزاسيون، الحمد لله دازت الطريق مزيانة. وقفنا جوج خطرات، واللي ننصحكم بها البنات اللي شادين الطريق بالطوموبيل ضروري ما يكون عندكم باس ديال جواز ديال لوتوغوت، سينو غادي تبقاو واحلين في البياج. بالنسبة للثمن ديالو 45 درهم، وكتاخدو فيه روشارج 45 درهم، ملي كيخوى ليكم سوا تشارجيو عندهم او لا تشارجيوه من لابليكاسيون ديال لابونك ديالكم. ما بقيت البنات صورت ليكم والو. دخلنا جوية ديك 10 هكداك، دخلنا للدار صافي حلينا الشراجه متوات الدار شحال هادي ما هي مسدوده، ونعسنا ضربناها بنعسه حتى الوحده، حيت واخا هكاك نعست الطريق ما هو نعس، وهاد الخطره ما نعستش انا مزيان. وعاد نضنا غنفطروا ان شاء الله هو الاول، يعني دابا حطينا غير البازيك البيض العسل الفرماج وزيت العود واتاي والعسل صافي وخبيز، نفطروا عاد نلبسوا ان شاء الله ونخرجوا. المهم انتم معنا اللي درناها في هذا النهار غدوزوها معنا، ما بيناش نضيعوا النهار. بصراحه حنا ولفنا سفر الليل، فاش ضربت الشمس الصباح تعذبنا شويه، ولكن الصبر الوقت اللي فرضتها علينا. صافي البنات دابا لبسنا حوايجنا غادي نمشيو نخرجوا، مع الصراحه باقي ما عرفناش فين غادي نمشيو. يلا المهم يلا لبسنا يلا طرفنا شويه نمشيو دابا نشوفوا فين غادي نمشيو ان شاء الله. نزل تحت رجلي كيتسنى، وديك الساعه غادي فين ما مشينا غندوكم معنا. لا ديستيناسيون اللي شدينا غندوكم معنا ان شاء الله. اليوم الحد راه كتكون الدنيا عامره، داكشي علاش تلفنا ما عرفناش بالضبط فين غادي نمشيو. اول بلاصه غادي نمشيو ليها في السفر ديالنا هي تشفين سنتر، مول صغير في جيما قلال بارابور لي مول الاخرين اللي كاينين. والبلاصه الاولى اللي بدينا بها هي ال سي واي كيكي هوم. هنا صورت لكم الزرابي بحال اللي انتي حاطه في الكولوار، كيجيو نورمالمون في الكولوار ولا لا كويزين. هنا كل حاجه وثمنها، كاينه 99 كاينه 120، المهم كل حاجه ولو بري ديالها. حاولت نصور لكم غير لي موديل اللي كاينين. وهنايا هاد لي كورسا هادو فنيونين مصولدينهم دايرين لهم 79 درهم، غزالين بزاف. صورت لكم شويه عند لي دغا، هنايا درت لكم فوا اوف حيت كنت صورت لكم ديريكت، ولكن للاسف كان الصوت ديال الموسيقى مجهد والكوبي رايت داكشي علاش اضطريت باش نحيدو. بالنسبه لهاد لونسومبل هذا كندير 500 درهم تقريبا 499. هذا عجبني بزاف بالنسبه لا شومبر ديال البنات، ولكن بيني وبينكم جاني لو بري بزاف 449 درهم ديال بلاصه واحده، جاتني شويه قاصحه. هو كيجي 3 بيس ديال التحتاني دلاستيك والدغ الفوقاني هوس هذه كانت ومخده جواد المخده. كاين هذا تا هو زوين، اللوينات اللي فيه زوينين والديزاين فيه زوين، غير هما ما كانوش مصولدين. لو بري ديالهم كان 499 درهم تقريبا. لي هوس اللي عندهم كاملين نفس لو بري. شوفوا هذا حمقني، ولكن كنت بغيتو لبلاصه وحده للاسف ما لقيتوش، وهذا كان صولدي، كان لو بري ديالو 399 ودا زويون، ولكن انا شفتو زعما في لي شومبر ديال البنات اكثر من ما هو شومبر بارونتال. صافي البنات خرجنا، الحمد لله هني مشينا كي قلت لكم بكري جبايه ديك 3 هكداك، لقينا بعد الدنيا خاويه. دابا 6 وربع فاش خرجنا عاد بدات الدنيا كتعمر، من لحد الساعه لحد الساعه كازا ما عمرش بزاف، ماشي كي مولفه كتكون. المهم غير هاد غير من الدار للتشفين سنتر شويه الدنيا منفسه. نمشيو دابا غنتغداو بينا برجر كين، كنا غناكلو في المول حتى شفنا باقي الحال، قلنا اللهم نمشيو لعند دياب برجر كين اللي في عند دياب ناكلو تما، منها نبدلو شويه البلاصه وصافي. ولا بقات لينا الوقت نتمشيو شويه في الكورنيش، واخا عينا ولكن غير بغينا هي داك البرد ديال حدا البحر وصافي نبدلو شويه الجو. هذا مكان راه 11 صافي، الانسان كيدخل لدارو ما بقاش داك تبقى يدوري علاش من وقت. ايوا المهم هانتوما معنا، كان شي جديد غنعاود نصور لكم. يا
هي سلك طازج احسن. ايوا صافي، كنا زعما نتغداو شي بلاصه هنايا بين ما تنقص شويه الشميشه بحكم ما فطرناش بكري، وعاد ديك الساعه نجلسو في شي بليصه انا حدا البحر، ولكن بزاف ما كاينش فين تجلس، ما كاينش فين ديك العموريه بزاف صراحه خفنا. صافي غادي نقلبو نمشيو بلاصه اخرى ان شاء الله. نتوما شفتو الدنيا كي دايره في ماكدو؟ عمر الوحيد انا جاب ما تصورش، حتى الطريق راه عامره بالحق. العموريه غير هنايا يعني انت بسينا هما مع الويكاند، داكشي علاش الدنيا عامره بزاف. انتما الطريق راه واقفه محبوسه الطريق. ايوا المهم حنايا في يد الله تنلقاو فين ناكل. قلبنا الوجهه للمعارف. المهم حالفين على برجر كينغ، غير واحد القضيه انا دائما كنت كناخذ عندهم ستيك هاوس، للاسف بدلوه ما بقاش زوين، سيختو زايدين فيه الجامبون خسروه، وهذا العشق الابدي. هاد التشيز فراي غزاله غزاله، ما يمكنش البنات تجيو وما تاخذوهاش. من بعد صافي جينا للدار، نزلت البيم حيت كاين حدا الدار، شوفوا شفت عندهم هاد لونسومبل زويون، ولكن للاسف دخل فيه شويه الغوز ما يجينيش في صال دو بان. كون كان فيه غير الابيض وداك الدوغي كان احسن، كيجي لونسومبل هكا فيه اربعه ديال لي بيس، هذاك ديستريبيتور ديال الصابون، الاخر دوك جوج فاش كديروا البروسادون بلاصه الصابون. بالنسبه لي بخي اللي ما صورت لكمش راه ما كنلقاش لي بخي، لقيت هذيك لا ماشين ديال الفابور، كاينه هذه حتى هي ديال العصير، الكيسان بحال اللي كنت خديت. هما ما عندهمش ديك الرجيلات ديالهم، كاينين هادو د العطريه حتى هما زوينين كيجيو ما غبغي بالدوغي، ولكن ما حاطينش لو بخي ديالهم، داكشي علاش ما صورتوش لكم. كاين هاد الكيت هذا ديال الطواليت عزكم الله، كتجي فيه هذيك لابغوس مع هاد البوبيل ديالها، غير هو ماشي بلاستيك ميتال، تتبان لا كاليتي ديالهم زوينه. لو بري ديالهم كان زعما معقول 80 درهم. لقيت كذلك هاد لونسومبل هذا ديال الماعن زويون، الشكل ديالو داخل عليه الزرق، ما دايرينش لو بري ديالو. كاين هذا اللي بحال الترموميكس الترموكويسور، لو بري ديالو 1000 درهم، بزاف الناس كانوا خداوه وبزاف شفتهم شكروه. هو كيجي نورمالمون تقريبا بحال الخدمه ديال الترموميكس، هي جو بونس با واش فيه الوصفات ما كنظنش. المهم كيطحن كيعبر في ديك الباني باش كتبخروا هكا الماكله ديالكم، ولكن الوصفات ما كنظنش انه فيه. تلقيت كذلك هاد المكواه بالبخار او لا كي كنقولوا المصلوح، المهم كل واش كيسميهم. وكاين عندهم هاد المنظف هذا حتى هو بالبخار. بالنسبه للاثمنه، المكواه كانت دايره 199 درهم، وهذاك المنظف داير 249 درهم. هادي تلقيت فيها غير وحده بياس وحده اللي كاينه، الشيء اللي خلاني ما زعمتش ناخذها. سمع عليها صراحه عند اليوتيوبرز كيشكروها بزاف، وكنت بغيت ناخذها، بغيتها ملي لقيتها فرحت. ممكن بانت لي هذه شويه بحال مضروبه، وكان غير شي واحد داها يمكن ولقاها ما خدامهش، ورجع لي ان الوحيده لقيت عندهم هي هذه. كنحاول زعما باش نحل لكم ريزيرفوار نشوف كيفاش، ولكن ما بغاش يتحل ليا. هذيك اللعيبه كتجي فيها واحد سميتو بحال البونج، حتى كتبان ليا سهله في الاستعمال ديالها. بالنسبه لهذا المنظف هذا حتى هو كيبان ليا زوين، داكشي اللي كتبين عليه انك تقدر تمسح به الكنابي، تمسح به الحيوطه فاش كدير لي هذه اللعيبه هذه، هذا الميكروفايبر. انا عندي داك اللي كنت خديت عند ايمان داك الكبير، ولكن للاسف ما بغاش يخدم ليا، كنت غير نتلقى بايمان بحكم انها كاينه في المغرب ان شاء الله، ونشوف واش انا اللي ما عرفتش نخدمه ولا هو اللي ما خدامش. كيف ما شفتو كتقدروا تمسحوا به كيف ما هي، داك الفابور ديالو تعقموا به الحاجه، سورتو فهاد الظرفيه كنظن ان حاجه زوينه انكم تعقموا بالبخار، راه حاجه مزيانه. ما نعاودش لكم البنات واحد العيا عييت. يلا دخلنا للدار، كيف ما شفتو بيم كاينه حدا الدار طلعناها، ما عرفتش واش مع العياد العيد رجلين صافي مفضيين مسالين، وزدها بالبارح شتو واخا ما صورتش معكم. المهم غير قلت لكم انني ضليت كنجمع في الدار باش نخليها
مقاده حيت عارفه السفر والعيا ديالو. كنجي كاللهم ندخل وانا مهنيه وداري مجموعه وعارفه فاش غنتي الحوايج حتى لي فاليز ديالي ما نعكسش عليهم اولا نخليها هكاك. المهم عينه ديال بصح يزيد عليها العيا في الطريق، واخا زعما ما مشينا حتى بلاصه ابار ان تيب تمشينا فيه شويه فاش كنقلبوا من ستاسيوننا وضربنا ديك الطواله حتى لعند الطازاج وماكدو ومشينا ديريكت للمعارف صافي. وداك الشويه اللي تمشينا في تشفين سنتر نبارطاجي معكم دابا شنو خديت. نبدا باول حاجه اللي حدايا بعدا هنايا اسميت هذا بوبيت. هذا طالباني عليه بنتي، لقينا في مونجوي شحال حنا كنقلبوا عليه. كنت غنكومونديه ليها في امازون ونصيفطو على برا، كيما كتعرفوا امازون ما كيليفريوش المغرب. ساعة لقينا في مونجوي ما عرفت واش 69 ولا 79 درهم. هذا فيه بزاف د الاشكال، هي اختارت هذا ديال بوبكورن قالك اونتي ستريس كتبداو ديري ليه هكا. المهم ضيعت الفلوس وصافي. نبارطاجي معكم اول حاجه شنو خديت في بيم بيم. مازال ما تقدتي تستعمل داكشي الاساسي اللي كنتقدا في الدار ديال المواد التنظيف، وهذا هادشي غير اللي نقل العروض اللي لقيت. لقيت هذا الفونتيلاتور هذا زوين كاين بحالو في مينيستو دايرين ليه 190 درهم. هذا تلاقيتو في بيم ما عرفتش واش انا ديال مينيستو مينيستو مجربه، هذا ما عرفتش كيفاش داير واش نيت زوين بحالو ولا لا. المهم الشكل بحال ديال مينيستو ديال مينيستو حتى هو كيتشارج بالضو. هذا فيه هاد الحجره هادي كديريها هنا وكتشارجي، هذا هو الباتري ديالها اللي كتشارجي. تنجربها واش خدامه ولا لا. دايره 25 و 26 درهم زوينه. المهم هكا غير بحال في الطريق في شي بلاصه هكا اللي فيه يكون الصاد، والفرق كبير في الثمن 109 ماشي هي 25 مع 26 درهم. المهم هادشي غير لي بيسكوي اللي هزو البنات. تلاقيت هادي هادي عجبتني ديال هي اونتي انسكت سورتو بحال الناموس. هادي ما كتخدم لا بحجرات لا بوالو، بس سولتو قال لي كتشدها و كتحطيها شتو كتدخليها في البريز قالك كتشعليها صافي كتبقى حتى خدامه هي بدوك لي زوند. ما عرفتش واش نيتها خدامه مزيان ولا لا. قطعت البنات باش نعطيكم لي بخيم كاع ديال ما نبقاش غير كان نقول غير هكداك على الله. هادي هي ديال بيم. بالنسبة لهاديك لي قلت ليكم هادي اونتي انسكت دايره ب 25 درهم. هادي داكشي علاش خديتها، لو بخي ديالها مزيان. وهاد الفونتيلاتور 30 درهم 29 درهم و 90. باش داكشي قلت لكم باش نعطيكم لي بخي اكزاكت ما نبقاش غير تنخربق. صافي هادي كيف هذا كيعجبني عند بيم فين ما جيت كناخدو زوين. عاتي الحشيش خديتو على حساب غدا الصباح الفطور. هادشي اللي بقى غير البلاص خداو البنات، انا كيحمقني هذا. الكلاص ديال ايس كلو كيعجبني شركه ايس زوين كيعجبني عندهم. هذا واحد اخر ديال 5 دراهم هذا خديناه كاملين بغيناه. وهذا ديال الحامض حتى هو زوين. المهم هادشي ديال البنات صافي. هادشي خديت في بيما كنتسنى غير راجلي يطلع ونصور لكم شنو خديت كلشي هكا حسن. قلت ان شاء الله نبقى اللي درت في النهار نبارطاجيه معكم، وحتى المشتريات نبارطاجيهم معكم ديال نهارهم بلا ما نجمع كلشي من الاحسن. اليوم راه ما درناش شوبينغ نيت ديال بصح كنشوفو غير الا كانت شي حاجه زوينه وكتستاهل. كما كتعرفوا تشفين سنتر ما فيهش لي ماغازان بزاف، داكشي علاش درنا غير دوك لي ماغازان اللي كاينين وخدينا غير شي حاجه الا عجبتنا فقط، ولا الا كانت شي حاجه صوندي كتستاهل داك لو بري فقط. وكاينين دي زارتيك اللي كناخذوهم كناخذوهم اللي كنمشيو في لاكيس كنزيدو نلقاوهم قل. المهم تيطلع راجلي كيقول لكم ونصور لكم. انا رجعت معكم البنات كي قلت لكم بقاو الحوايج في الطوموبيل تطلعوا راجلي غتشوفوني بدلت حوايجي. المهم غنبدا نزلو نبارطاجي معكم راه صبحتو بدلتو ما خديت شي حاجه كثير. بالنسبه لليفتيز ما بقيتش فيه شي حاجه، خديت فيه غير بيجامات البنتي كانوا دايرين هادو في جوج سامبل جوج ب 139 درهم. لو بخي ديال جوج كاينه وحده كتجي هكا سامبل تا الكاليتي ديال التوب قطن
وباردين زوينين كيجيو هكا كي قلت لكم. وحده كتجي سامبل الفوقاني داير نجيبها داير هكا هي هاد الصفرا. وهاد الاخرى هاد الغوص كتجي كلها فيها اليونيكورن. قبيلا راه بين نقول لكم اليونيكورن هذاك الفوفيت ديال اليونيكورن قلت لكم البوب كورن غير باش تعرفوا العيا فين وصل. بالنسبه للديفاكتو انا الوحيده اللي خديت في الديفاكتو خديت هاد لاشوميز هادي تجي هكا باردة عرفتي التوب ديالها بحال لولا باردة كتجي هكا مزوقة لي مونش سامبل. وهنايا في العنق اولا في الكول كديرو هاد لونو هادي. بصراحة مازال غير مقيستها خصني نقيسها. بالنسبة للو بخي ديالها 249 درهم. هاهي كيف ما باينة هنايا 249 درهم. ولكن قالي راجلي فاش مشى خلص خلص قلب نشوف ونقول لكم شحال خلص. هاد 169 درهم دايرين فيها 20%. قلت لكم شحال من اختي قلينا فيها هكا حتى في السي واي كيكي. واحد القضية نقولها لكم عرفتي مع الدخلة بعدا ما كنتش كاع غادي ندخل السي واي كيكي ولا ديفاكتو. قلت كاينين فكادير ما كاين لاش غنضيع فيهم الوقت ما كاين لاش غادي. باش بدينا بدينا بال سي واي كيكي حيت التشفين سانتر في ال سي واي كيكي هم تكيت سمحوا لي قلت لكم في ال سي واي كيكي هم. وقلت غادي ندخل نشوف غير ديك ال سي واي كيكي هم. راه شفتوا لقطات صورت لكم عندهم عندهم كنت خديت الزرابي وكنقلب على لي دغال لولي ديال البنات الا لقيت شي حاجه زوينه والثمن مناسب. يوم عاد دخلة كانت لحت يعني هكا جيت الحوايج لا علاقة غير من الشوفة الأولى ما بين السي واي كيكي كازو د المغرب لا علاقة. أنا كنهضر ليكم غير على مكازون وحدة لي شفتي ديال تاشفين سانتر صافي. واش دقت جبت دويرة فيه كامل وهي علاش كاع دخلت لدي فاكتور ما كي قلت ليكم في الأول كنت ما غاديش كاع. المهم هادي كازو ما كيلاش نوريها. خديت غير لبنتي الصغيرة بنتي الكبيرة ما خديتش ما بانش ليها هذاك الشيء اللي بغات. وكي قلت لكم كنلقى داك الاشكال ديال لي طايق هذا خديته هكا كيجي هنايا الاستيك. صراحة هذا الستيل ديالو زوين من هكا البنيتات داك الغوزو البيض كتجي فيه هذيك اليونيكورن. هذا كان الثمن ديالو 69 درهم. وخديت ليها عاوتاني هذا كيجي هكا نوار وفي الكتيفات داير بحال هكذا الشكل ديالو. نتوما كيف ما كتشوفوا زوين الشكل ديالو في داك لاكونسيل ليكس مي سمايل داير ب 69 درهم. خديت لها هاد الشورت هذا داير هكا عادي وكتجي فيها الطريزه هادي ومن هنا كيجي مشنتف داير 149 درهم. ملي وصلنا لاكيس خلصنا ب 49 درهم. انا هذا تصدمت فيه ما توقعتش كاع داك لو بخي. انا 149 درهم جاني مزيان حيت التين ديالو زوين صافي. وخديت ليهم هادو كي وريتكم في لي دغا شويه لي بخي جاوني طالعين بزاف 400 درهم لبلاصه وحده بزاف صافي. خديت ليهم هاد شويه هاد المخاد كيجيو بحال هكذا انا جو بونس بارطاجيتهم معكم في الفيديو. كيجيو واحد كيجيو فيها جوج وحده فيها ويكاب وحده فيها سليب دايرين 79 درهم. حنا قلتو 40 درهم تقريبا الجوا زويونين. انا نحلهم نيتو صراحه راه انا حليتهم بيني وبينكم غير ما شفت انا شفت غير لا فوتو صافي. مجربه ديجا ديال هذا لي زوغاي ديالهم هاد شويه د المخاد جرباهم عندي في الدار ديالهم. هانتوما شوفو زوينين كيبانو كاع حسن مني. كيجي واحد الجهة فيها سليبا سليب وحدة فيها ويكاب يعني وحدة فيها دو فاس زوينة. تقدرو تحطوها على هاد الجهة كيفما تقدرو تحطوها على هاد الجهة. واحد القضية اللي بانت ليا مختلفة على الصورة. الصورة كتبان ليكم هنايا الفوق فرونسي وغادي كتبهات هنايا في الواقع كلها غوز وجايه لون واحد
المهم زوينين، تيبقاو زوينين وكبار، لافونتاج ديالهم كبار. صافي انا هادشي اللي خديت اليوم، كيف لكم ما درناش لي ماكازون بزاف بحكم العيا، وحدنا غير تشفين سانتر، ما مشيناش لشي بلاصه اخرى. ان شاء الله مازال غادي نتغدى، مازال غادي ندور الا كتب الله. غدا قلت الصباح كاين موضوع، اول حاجه غنحيدها عليها هي ايكيا. الا كتب الله غادي نمشي غدا لايكيا ان شاء الله. المهم فين ما مشيت غادي نديكم معايا، الا بانت لي شي حاجه هكا تحتاج تصور تنفعكم راه نصورها معكم. يلا البنات انا غنسد معكم فيديو اليوم، نقول لكم السلام عليكم، خليت لكم راحه البال. تنطلقوا ان شاء الله فيديو جديد، في امان الله. السلام عليكم.